وينضم إلينا هنا في الاستديو الكاتب السياسي عبد العزيز الشهري، حياكم الله. أهلا وسهلا. نبدأ من التقرير الذي انتهى ويتحدث عن تمكين المرأة في مجلس الشورى منذ الدورات السابقة. بدأنا بعدد محدود، الآن وصلنا إلى رقم جيد جدا، بالإضافة إلى تبوأ يعني الدكتورة حنان منصب مساعد الرئيس. نعم، في البداية أشكركم على الاستضافة، وفي الحقيقة أن هذا الخطاب الملكي يعتبر تعبير مباشر عن الإرادة الملكية في الاهتمام بالجوانب التشريعية والتنظيمية ودعمها وتهيئة الظروف وتهيئة المناخ لأعضاء مجلس الشورى لممارسة مهامهم وأعمالهم بالشكل المطلوب. تعيين الدكتورة حنان كمساعد لرئيس مجلس الشورى كانت حقيقة خطوة هامة جدا على طريق تمكين المرأة السعودية من القيام بدورها في تنمية وتطوير هذا الوطن، وتم تعيينها مساعد رئيس المجلس، وقد يتاح لها أيضا رئاسة المجلس في حال تغيب أو غياب رئيس المجلس، وهذه خطوة حقيقة جديدة وتضع المرأة السعودية في مكانها الطبيعي كشريك ومؤثر في صنع القرار وتنمية البلد وتنمية خطط الدولة في هذا الاتجاه. وهو تتويج أيضا لنجاح المرأة السعودية على كافة المستويات، يعني حتى خارج قبة المجلس، يعني أثبتنا جدارة كبيرة. بالتأكيد لو نظرنا إلى الأعضاء المختارين من العنصر النسائي في مجلس الشورى نجد أن عدد كبير منهم جدا يحملون مؤهلات علمية عالية وأصحاب تجارب وخبرات، وكان لهم دور كبير خارج المجلس قبل الانضمام، وتم اختيارهم بناء على هذه المعايير العالية والدور الذي بذلوه في السنوات التي سبقت دخولهم إلى المجلس. نعم، مجلس الشورى يعني في السنوات الأخيرة للحق يعني شهد يعني حديثا جريئا جدا مع ومناقشة جريئة جدا مع ممثلي الأجهزة الحكومية، سواء على مستوى وزراء أو على مستوى نواب وزراء ووكلاء وزارة، فيما يتعلق بمناقشة أداء الأجهزة الحكومية. نعم، نحن لو نظرنا حتى خلال العام الماضي في الدورة السابعة للمجلس كيف كان تأثير جائحة كورونا على العالم، نجد خلال هذه الفترة أن المجلس قام بأعماله ومهامه على أكمل وجه، عقد ما يقارب 200 أكثر من 250 جلسة، أصدر خلالها أكثر من 1000 قرار، ناقش الكثير من القرارات والتقارير التي تصدر عن الجهات الحكومية. المجلس كما تفضلت أستاذ عبد الله في السنوات الأخيرة أصبح له دور مهم وبارز في مناقشة أداء الأجهزة الحكومية وكشف أي قصور وكشف أي خلل، وهذا يعطي فرصة للمحاسبة أيضا إذا تبين أن هناك ضعف في الأداء أو قصور أو لم يؤدي هذا الجهاز أداءه بشكل مطلوب منه. جانب آخر أيضا حزمة التشريعات والأنظمة التي مرت من تحت القبة واعتمدت مباشرة من مجلس الوزراء. بالتأكيد الأشخاص الذين يدرسون هذه القرارات هم مؤهلين ولديهم تجارب ولديهم خبرات ولديهم وتنوع أيضا، تنوع في تخصصاتهم وتنوع في الأماكن التي شغلوها وفي مناصبهم، بالإضافة إلى التنوع بين مناطق المملكة. كل هذه التوليفة تخرج هذه القرارات الحكيمة والمدروسة، والتي رأينا كثيرا منها يعتمد في مجلس الوزراء لأنها أخذت حقها من الدراسة واستوفت نصيبها من المتابعة والاهتمام. حتى التنسيق بين المجلسين على مستوى عالي على مستوى وزير. بالتأكيد الآن عدد أعضاء مجلس الشورى تقريبا 150 عضو، كلهم يحملون خبرات وشهادات وكفاءات، هذه الخبرات ستنعكس بإذن الله على القرارات التي ترفع إلى مجلس الوزراء وتعتمد بعد ذلك بإذن الله. والمجلس أعطي صلاحيات حقيقة كبيرة وصلاحيات هامة للاطلاع بدوره في تنمية الوطن. نختم بالكلمة السامية المتوقعة هذه الليلة للموجهة إلى أعضاء مجلس الشورى في دورته الجديدة والحالية بعد أداء القسم، وهي عادة الكلمة التي قلنا في مستهل هذه التغطية أنها ترسم ملامح العمل داخليا والتوجه خارجيا، وهي التي ينتظرها الجميع، يعني سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، خاصة في ظل أيضا مثل ما تفضل زميلنا في مجلس الشورى الآن أنها تأتي في ظرف استثنائي وفي ظل رئاسة المملكة لقمة العشرين. نعم، نحن اعتدنا على هذه النافذة بين الملك وأبنائه، بين القيادة والشعب، التي يتم من خلالها رسم الخطوط العريضة لسياسة الدولة سواء الداخلية والخارجية،
وهذه أو هذا الخطاب ليس موجه لأعضاء مجلس الشورى فقط، وإنما موجه لجميع أفراد الشعب السعودي وللخارج أيضا، فهو يرسم خطوط عريضة للسياسة التي ستتبناها الدولة في الفترة المقبلة، وهو يحظى بالتأكيد باهتمام، وخصوصا أن المملكة تستضيف قمة العشرين وترأس قمة العشرين، وبالإضافة إلى المكانة الكبيرة والرفيعة لخادم الحرمين الشريفين الذي سيلقي هذا الخطاب. كل هذه الأمور تعطي زخم أكبر وأهمية لهذا الخطاب، ونتمنى بإذن الله أن يكون خطابا شاملا. كلها تتزامن في نفس الشهر، يعني كلها في شهر نوفمبر، يعني القمة وال بالتأكيد. أنا كما ذكرت لك أن هذه التوقيت، هذا التوقيت بالذات يعطي هذا الخطاب متابعة أكثر حتى على المستوى الدولي بصفة المملكة الرئيس لقمة العشرين هذه الفترة. عبد العزيز الشهري الكاتب السياسي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. شكرا.